بانتظار وصول رئيس ملتقى الاستثمار السنوي الأستاذ داوود الشيزاوي سنبدأ هذا الحفل. أهلا بكم جميعا إلى أعمال النسخة الأولى من المنتدى العالمي لمستقبل التمويل الذي ينطلق بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية والملتقى السنوي للاستثمار، ونبدأ حفل الافتتاح بسلام الوطني الإماراتي وقوفا. نرحب بالسادة أصحاب المعالي والسيادة والسعادة، الشخصيات الاقتصادية والمصرفية والمالية، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، أهلاً وسهلاً بكم جميعاً. يشهد العالم في هذه المرحلة آفاقاً محفوفة مجدداً بعدم اليقين وسط اضطراب القطاع المالي وارتفاع التضخم والآثار المستمرة من الغزو الروسي لأوكرانيا وجائحة كوفيد التي امتدت لثلاث سنوات ولا تزال آثارها ماثلة إلى الآن. ومن الواضح كما تقول المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن العام 2023 قد يشهد توتراً اجتماعياً على المستوى العالمي، لذلك لا بد من الاستعداد العالي لمتغيرات آتية حتماً في ظل حال عدم اليقين. ولذلك نحن هنا اليوم لمناقشة هذه المستجدات والتعامل معها، خصوصاً استحقاق التمويل ومندرجاته. ويبحث المنتدون في هذه النسخة الأولى لتعاون عربي دولي البعد بين اتحاد المصارف العربية وملتقى الاستثمار السنوي التحول الرقمي، التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وصولاً إلى استعراض بعض معوقات الاستثمار ومن بينها ما يستدعي التفكير مالياً وبإصرار على إطلاق وكالة تصنيف عربية دولية تأخذ واقع وتطور الاقتصاد العربي بعين الاعتبار. نبدأ مع كلمة الأمين العام لاتحاد المصارف العربية سعادة وسام حسن فتوح، فليتفضل. صباح الخير. معالي أمين عام الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط، سعادة رئيس اتحاد المصارف العربية الأستاذ محمد الأتربي ورئيس اتحاد بنوك مصر، أصحاب السعادة والسيادة كل باسمه وصفته، أيها الحضور الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير. يسعدني أن أتحدث إلى جمعكم الكريم وأرحب بكم جميعاً في حفل افتتاح المنتدى العالمي لمستقبل التمويل الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع ملتقى الاستثمار السنوي في مدينة أبوظبي العزيزة والغالية على قلوبنا جميعاً والتي تحتضن وترعى هذه الفعالية. كما أتقدم جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها على الاحتضان والرعاية لنشاطات اتحاد المصارف العربية وتقديم الدعم لها، كونه
أحد منظمات العمل العربي المشترك التي تسعى لتطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمصرفي العربي، وعلى رأسها تعزيز فرص الاستثمار في الدول العربية، والذي هو موضوع فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذي نفتتح نشاطات يومه الثالث. أيها الحضور الكريم، نحن في اتحاد المصارف العربية سعداء جداً لتنظيمنا اليوم الثالث من فعاليات هذا الملتقى الدولي الذي يجمع قادة المصارف والأعمال والاستثمار، وقد سعينا في التحضير لفعاليات هذا اليوم تحت عنوان منتدى مستقبل التمويل Future Finance Forum إلى التركيز على أحدث قضايا الاستثمار وأكثر المواضيع أهمية لدولنا العربية، ألا وهي الرقمنة والتحول الرقمي، فرص الاستثمار الناشئة في ظل سياسات التنوع الاقتصادي الجارية حالياً، قضايا التمويل المستدام والتمويل الأخضر، أهمية إنشاء مؤسسات تصنيف عربية بهدف إعطاء تقييم منطقي وصحيح للبيئة الاستثمارية العربية. والحقيقة أنا هذه كانت فكرة من دكتور عدنان يوسف من حوالي سنوات كبيرة بظل رئاسك لاتحاد المصارف العربية. يسعدنا ويشرفنا حضور هذا الحشد المميز من المصرفيين والمستثمرين وسيادات ورجال أعمال من مختلف الدول العربية، كما أتوجه بالشكر الجزيل للمحاضرين في جلسات العمل والذين هم فعلاً نخبة من الخبراء كل في مجاله. أتشرف بالإعلان عن افتتاح هذا المنتدى الرسمي بكلمة من سعادة رئيس اتحاد المصارف العربية الأستاذ محمد الأتربي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأستاذ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أصحاب السعادة والسيادة، أيها الحضور الكريم، أرحب بكم جميعاً في المنتدى العالمي لمستقبل التمويل الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع ملتقى الاستثمار السنوي الذي يركز على موضوعات فائقة الأهمية، ألا وهي الرقمنة والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وكيفية الاستفادة منها في تطوير اقتصاداتنا العربية وبخاصة القطاعات المالية والمصرفية. كما أود أن أعرب عن سروري لمشاركتي في افتتاح أعمال هذا المنتدى الهام، وذلك تحديداً في ظل ما يشهده العالم من عملية انتقال متسارع وغير مسبوق من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، والمعتمد بشكل كبير على الرقمنة والتكنولوجيا بمختلف أشكالها، وخاصة في ظل الظروف والعبر التي تم التوصل إليها خلال انتشار جائحة كورونا، حيث شهدنا جميعاً كيف ساعدت التكنولوجيا والرقمنة على استمرار العمل في القطاعات الإنتاجية والاقتصادية حتى في ظل الغلق العام الذي اعتمدته معظم دول العالم. أيها السيدات والسادة، في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية الشاملة التي يشهدها عدد كبير من الدول حول العالم، ومنها عدد لا بأس به من الدول العربية، وعلى رأس تلك التغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمي بمختلف جوانبه الإنتاجية والاستهلاكية، تتغير خارطة الاستثمار العالمية وتتحرك رؤوس الأموال بين الدول والمناطق الجغرافية للاستفادة من الفرص الغير مسبوقة التي توفرها المتغيرات الاقتصادية سالفة الذكر. وقد أظهرت جائحة كوفيد-19 والتي أدت إلى إغلاق البلدان والأسواق الأهمية الكبرى للرقمنة في المساعدة على التواصل العمل في معظم القطاعات الاقتصادية وخاصة في القطاع المالي، ومما لا شك فيه فقد ساهمت الرقمنة في التقليل من تداعيات الغلق العام وساعدت في استمرار العمل في الصناعة والزراعة والتعليم والخدمات الصحية والمصارف. وبالتالي فإن المزايا الغير المحدودة للتحول الرقمي وأهمية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية سواء للحكومات أو الشركات بجميع أشكالها قد أصبحت واضحة وجلية وضرورة ملحة، وبخاصة إذا ما تم النظر إلى ضخامة حجم وقيمة التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي عالمياً، حيث بلغت قيمة الخدمات المصرفية والمالية الرقمية عالمياً خلال عام 2021 نحو 8 تريليون دولار، مع تقديرات بأن تتجاوز 10 تريليونات دولار بحلول 2027،
هذا ما يؤكد على أن المصارف الرقمية تمثل نماذج أعمال جديدة تخدم تعزيز الشمول المالي، حيث تساهم في تطوير الخدمات المصرفية المالية والمصرفية الرقمية، بما يؤهلها للقبول لدى عدد هائل من فئات المتعاملين من الشباب والنساء والفئات المهمشة. أيها السيدات والسادة، تجتاح دولنا العربية إلى نمو اقتصادي قوي وثابت، مستند إلى أسس متينة عمادها الرقمنة والتكنولوجيا المتطورة، بالتزامن مع الكفاءة المالية للعاملين وتخطيط سليم وإدارة كفؤة للموارد البشرية والمالية والتكنولوجية، وهو ما سوف يحقق بالطبع نمواً مستداماً وطويل الأجل، ويستلزم النمو الاقتصادي المستدام الذي يرتكز أيضاً على التنوع الاقتصادي، نشوء أسواق مالية متطورة وكفؤة وفعالة تتميز بالعمق والاتساع، وتعتمد أحدث التكنولوجيات المتاحة في التمويل والاستثمار وإدارة الثروات، لكي تتمكن من تحويل الموارد المالية المتوفرة في الاقتصاد إلى استثمارات ومشاريع تزيد من التوظيف وفرص العمل، وبالتالي تحقق المزيد من النمو والتنمية في منطقتنا العربية. وأحب أن أنوه هنا إلى نقطة مضيئة على طريق تحول دولنا العربية لرقمنة الأعمال. استضمن تقرير مؤشر الاقتصاد العالمي للعام الثالث على التوالي تصدر الدول الأشقاء الإمارات، السعودية، قطر، البحرين المركز الأول بمؤشر الاقتصاد الرقمي العربي لعام 2022 لمؤشر الاقتصاد الرقمي العربي في عام 2022، فيما جاءت الدول الشقيقة مصر، الأردن، المغرب، تونس، الجزائر، لبنان في المركز الثاني، وشملت المجموعة الثالثة العراق وسوريا واليمن وجيبوتي وموريتانيا، السودان وليبيا والصومال وفلسطين. السادة الحضور، لقد أصبح الاقتصاد الرقمي واحداً من أهم وأكثر الاقتصاديات العالمية تأثيراً، ففي الوقت الذي تقدر فيه ميزانية الاقتصاد العالمي كل بحوالي 90 تريليون دولار تقريباً، فإن الاقتصاد الرقمي العالمي وحده يستحوذ على 13 تريليون دولار منه بنسبة 15%، وبالنسبة للاقتصاد العربي فقد قدر بنحو 2.7 تريليون دولار، يمثل الاقتصاد الرقمي العربي نحو 110 مليارات دولار منه بما يوازي 4%. واتساقاً مما سبق، تبرز أهمية التمويل الرقمي كأحد الحلول المصرفية الرقمية، حيث يلعب دوراً مهماً في التنمية والنمو وتخفيف حدة الفقر ومحاربة البطالة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن توفر الخدمات المالية الرقمية للأسر ذات الدخل المنخفض إمكانية الوصول إلى الأدوات والخدمات المالية المقبولة التكلفة، والتي يمكن أن تساعد في زيادة فرصهم الاقتصادية، وتحديداً بالنسبة للأسر التي تعيش في فقر مدقع. فإن الجمع بين الخدمات المالية الرقمية وتعزيز سبل العيش وتوافر شبكات الأمان الاجتماعية والتوجيه يمكن أن يساهم في تحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فمن خلال جعل أسعار التكنولوجيا ميسورة التكلفة، فإن الرقمنة تساعد على مضاعفة فرص التنمية للفقراء وتمكين النساء والمجتمعات المهمشة. كما يمكن التمويل الرقمي يمكن التمويل الرقمي الشركات الصغيرة من النمو والابتكار والوصول إلى أسواق جديدة، وهو ما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولنا. وجديراً بالذكر أنه من المتوقع أن يؤدي اعتماد التقنيات الرقمية بصورة شاملة إلى مضاعفة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة على مدى 30 عام من 40 مليون امرأة إلى 80 مليون امرأة. أيها السيدات والسادة، على الرغم من تفوق الدول المتقدمة في مجال التحول الرقمي في النواحي المالية والعلمية والتشريعية، إلا أن اعتماد الرقمنة والانتقال إلى اقتصاد رقمي ينتشران أيضاً في الاقتصاديات النامية، ومنها بالطبع دولنا العربية. واليوم لا توجد رفاهية تأجيل مبادرات التحول الرقمي، بل من الضروري تسريع الخطى واعتماد مزيد من الإجراءات وبذل المزيد من الاستثمارات لتحويل قطاعاتنا الاقتصادية إلى الاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا. ونحن نشهد في المنطقة العربية بالفعل تسارعاً كبيراً في الاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيا الرقمية والتعليم والصحة والحكومة الإلكترونية والمصارف والسياحة وغيرها من القطاعات، مع توسع غير مسبوق في الشركات الناشئة لا سيما في قطاع التكنولوجيا المالية. إنه من الضروري اعتماد المزيد من التحول الرقمي في اقتصاداتنا العربية وفي مختلف القطاعات الإنتاجية، حيث يساعد الاقتصاد الرقمي واعتماد المزيد من الرقمنة في تحقيق التوازن الاقتصادي بين البلدان المتقدمة والدول الأقل تقدماً وسد الهوة التنموية بينهما، ذلك عبر عدة مسارات، منها على سبيل المثال للحصر
مساعدة الشركات في دولنا الوصول إلى التمويل من الأسواق المالية العالمية وتسويق وبيع منتجاتها في الأسواق السلع والخدمات العالمية وتخفيف تكاليف التصدير والاستيراد في الوقت نفسه، تحقيق متطلبات الامتثال الوطنية والدولية، وكل ذلك من شأنه أن يساعد شركتنا العربية في التحول إلى شركات عالمية عابرة للحدود وزيادة التدفقات المالية إلى دولنا وإيجاد المزيد من الفرص العمل. أيها السيدات والسادة، بدا التحول الرقمي من المتطلبات الأساسية لنجاح المصارف العربية واستمرارها في التقدم في مجالها، حيث يتوقف اليوم نجاح أي مؤسسة على مدى قدرتها على مواكبة التغيرات المستمرة في البيئة التي تعمل بها، وخصوصاً التغيرات التكنولوجية التي تتضمن توفير الوقت والجهد وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية. وقد تحول معظم المصارف في المنطقة العربية مؤخراً إلى حلول أعمال أكثر رقمنة سمحت لهم باكتساب العديد من المزايا الرئيسية في سوق الأعمال. وأود التأكيد هنا على أهمية تطوير الخدمات المالية الرقمية لما تقدمه من فرص تساعد على التغلب على تحديات الانتشار المادي للمؤسسات المالية والمصرفية والطرق التقليدية في تقديمها للخدمات. إذا تشير الدراسات إلى أن تكلفة العملية التجارية الإلكترونية هي أقل بعشرين مرة من تلك التي نقوم بها عبر الهاتف وأقل بستين مرة من الخدمات التي نقوم بها وجها لوجه. ومن هنا تكمن أهمية هذا التطور الرقمي لدى المصارف العربية بهدف إدخال ودمج الفئات المهمشة ماليا والتي لا يسمح دخلها المالي المنخفض من الانخراط في عمليات القطاع المصرفي التقليدية بالتعامل مع الجهاز المصرفي من خلال منظومة العمل الرقمي. أيها السيدات والسادة، أجدد تقديري للأخوة في منطقة الاستثمار الثانوي لتعاونهم معنا في عقد هذا المنتدى، كما أجدد شكري وتقديري لكم جميعا لحضوركم معنا اليوم، وأرجو أن تستمتعوا بحضور جلسات العمل، وشكرا لحسن الإصغاء. شكرا. شكراً أستاذ إتربي. حضرتك من استشرف تحديات التكنولوجيا والرقمنة وارتبط اسمه في المصنع الرقمي والتحول الرقمي، مكتب التحول الرقمي. الأستاذ داود أشيزاوي كان يفترض أن يكون معنا الآن في هذه الجلسة، لكن لالتزامات طارئة فهو غير حاضر بيننا الآن. في عالم مضطرب يتولى دفة مسؤولية تحفل بالتحديات وعلى اختلاف المستويات، سعى ويسعى وسيبقى ساعياً لتقريب أركان العالم العربي إلى منطقة التقاء ستساعد حتماً على تجاوز الخلافات والتصدعات، ليكون العالم العربي متطلعاً إلى أفق غير مسدود لا تحوطه مخاطر ولا تهدده حروب، وهو ما عبر عنه في كتابه شاهد على الحرب والسلام وشهادتي. إنه معالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فليتفضل. صباح الخير. صباح الخير يا جماعة. الأخ العزيز دكتور محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، اتحاد المصارف المصرية، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الحضور الكريم، كل التحية. يطيب لي أن أشارككم اليوم في أعمال النسخة الأولى من هذا المنتدى المخصص لمناقشة مستقبل التمويل. واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر إلى الحكومة الإماراتية ممثلة في وزارة الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة وملتقى الاستثمار السنوي وإلى اتحاد المصارف العربية لجهودهم لعقد هذا المنتدى. إننا وبحلول عام 2023 نكون قد بلغنا منتصف المدة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، التي أذكر أنها أطلقت في عام 2015. والحقيقة أنه لم يعد خافياً أننا في الحقيقة لن نحقق تلك الأهداف إذا ما عملنا بنفس الوتيرة والوسائل المرصودة لتنفيذها. أننا نحتاج إلى إعادة تقييم العقبات التي تواجهنا، وأن نضاعف من حجم الموارد المخصصة لاستكمال ما تبقى من هذا المشوار.
ولطالما كان نقص التمويل عائقاً رئيسياً أمام الدول لتنفيذ خططها التنموية، لا سيما في بعض الدول العربية، بالإضافة إلى ما شهدته هذه الدول من أزمات خطيرة كالاضطرابات السياسية التي حلت بالعديد من الدول العربية خلال العقد المنصرم، كذلك أزمتي كوفيد والحرب في أوكرانيا. وغني عن البيان أن التمويل أداة محورية لتحقيق أي إنجاز تنموي، فمستقبل التنمية المستدامة مرتبط بحجم الأموال المتاحة، لا شك في ذلك حقيقة. لدينا أموال، لدينا تمويل، لدينا تنمية. لا توجد هذه الأموال ولا نستطيع حشد هذه الأموال فيكون تنفيذ الأهداف الخاصة بالتنمية صعب للغاية. وفي نظري سيحتل موضوع مستقبل التمويل واستدامة موارده حيزاً هاماً من النقاش الإقليمي والدولي في المرحلة المقبلة، وسيدوم ذلك ربما لسنوات قادمة في ظل ما نرصده من اهتمام كبير في هذا الشأن. لقد ناقشت قمة المناخ الأخيرة COP27 المنعقدة في شرم الشيخ موضوع التمويل، حيث كان من مخرجاتها الاتفاق المبدئي على آلية تعويض الخسائر والأضرار، وكذا مضاعفة المخصصات المالية الموجهة لصندوق التكيف. وسيتم مناقشة تنفيذ هذه الوعود والنظر في توفير موارد مالية إضافية في قمة المناخ COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات نهاية هذا العام 2023. وحول تمويل مجابهة التغير المناخي في المنطقة العربية، أذكر أن الدول العربية تلقت فقط 34 مليار دولار، أغلبها في شكل قروض غير ميسرة لتمويل خطط تنفيذ مساهماتها الوطنية، أي ما يعادل 5% فقط من احتياجاتها المقدرة بمبلغ 570 مليار دولار حتى عام 2030. وعلى صعيد العمل العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدراكاً منا لأهمية التمويل، أود الإشارة إلى أننا في جامعة الدول العربية أعددنا تقريراً حقيقةً تقرير مهم حول التمويل المستدام في المنطقة العربية لتقييم حالة التمويل واقتراح توصيات لتطوير آلياته بما يتماشى ومتطلبات المرحلة المقبلة. وتنفيذاً لتلك التوصيات تعاونت الأمانة العامة للجامعة مع الحكومة المصرية لإعداد التقرير الوطني لمصر، وهو الأول من نوعه حول التمويل المستدام، وقد أطلقناه على هامش أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة لعام 2022. ونسعى حالياً إلى مساعدة باقي الدول الأعضاء لإعداد تقاريرها الوطنية. الدول الأعضاء بالجامعة العربية يبلغ عددها 22 دولة عضو، وسنقوم في مرحلة لاحقة بتجميع خلاصات تلك التقارير الوطنية لإعادة تقييم وضع التمويل المستدام في المنطقة العربية والاستفادة منها في وضع آلية عربية مستدامة للتمويل. وفي ذات السياق أطلقنا مبادرة جديدة تحت مسمى معاً، تهدف إلى توفير الدعم المالي المناسب لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، حيث نسعى إلى عقد حوار عربي رفيع المستوى يجمع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية
والمحلية وبحضور وزارات التخطيط والتنمية بالدول العربية. وفي إطار جهود جامعة الدول العربية أيضاً، لا تفوتني الإشارة إلى أننا قررنا إدراج بند على أجندة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة القادمة المقرر عقدها في موريتانيا في نوفمبر القادم لمعالجة موضوع التمويل المستدام. ونرحب في الحقيقة بأي مقترحات أو توصيات قد ترون في هذه الندوة بأهمية عرضها في هذا الشأن. ختاماً، أجدد شكري لكل من ساهم في إعداد هذا المنتدى، وأتمنى أن يصبح موعداً متجدداً سنوياً لتبادل الآراء والخبرات. شكراً جزيلاً. شكراً معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. لابد وأن نرحب أيضاً بمعالي وزيرة الاستثمار في المملكة الهاشمية الأردنية الدكتورة خلود الثقاف. نحن نشكركم جميعاً على هذه المشاركة وهذا الحضور الكريم. الآن ننتقل إلى استراحة قصيرة نبدأ بعدها جلساتنا مباشرة. شكراً لكم.